يعني هقول لكم قصة كده صغيرة. كانت واحدة يعني واحدة كان عايشة وبقول لها ايه، قلت له راحت شدها وقالت له انا راح اصلي ورا الرسول عليه الصلاة والسلام. كانت طالعة تصلي الظهر، طلعت تجري وراحت تصلي الظهر. صلت الظهر وجات من عند الرسول، دخلت انكفت راحت مكفية ميتة. ده ثاني أقول ثانو سيدنا محمد بيقول إيه عليه الصلاة والسلام، فتحية بقالها 3 أيام ما جاتش تصلي، يلا نكون نشوف ولا تكون مريضة نروح نزور. قالوا له يلا يا رسول الله، للصحابة بتاعته يلا يا رسول الله. راحوا من بره بيقول يا فتحي جوز، قال له اتفضل يا رسول الله. ده فتحي مات، اللهم تتقمت امال ما نعلم. قال له ده جت من عالم الجامع الدور، راحت مكفية في البيت يعني كده، راحت مكفية ميت، وقع ميت لأنها ميتة خالص. دفناها من يوم الفلان. قال لي بقى واجب نروح نزورها في التراب بقى، يلا للصحابة يلا نزورها في التراب ونقرا لها الفاتحة هناك. راح بقى على التراب بالتربة، وراح جثة ورا لهم التربة بتاعتها بقى ما يعرفوها. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيقول يا فتحي، قالت له ده أنا مانيش فتحي، ده أنا جميان. قال لها أمال أنت مين؟ قال لها أنا، قالت له أنا جميان. قال لها وإيه جابك هنا يا جميان؟ قالت لهم شالوها من هنا وجابوني مسرح، انا عارفين انا جابوني مكانها هنا، يعني شالوا فتحي اللي بتصلي ورا الوقت بوقت الرسول في تراب اليهود، ويا جميان مسرح جميان. هي كانت بتعمل ايه يعني في حياتي يعني، وقف بقى ازاي ان يبدوها تراب النصارى وهي كانت بتصلي الوقت بوقت وراي. قال له يا رسول الله قول له على الصحة. قال له ده أنا كنت عايز في اليوم دي شدتني وجريت، وقيت أنا راح أصلي ورا رسول الله. قال له طب ادعي، صار يدعي يدعي هو يدعي والرسول يدعي والصحابة تدعي وعمالين على خيرهم يدعوا لي. قال له طيب شوية يا فتحي، قالت له نعم يا رسول الله. قال لي انت جيت يا اخت، قالت له اه يا رسول الله. صدق الله العظيم.